الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين ومتابعين قناه عبدو عبد الله في كل مكان، تحياتي لحضراتكم. احنا النهارده يا جماعه الجمعه الرحله الاسبوعيه، طبعا معانا شلتنا كلها على ترقه النوباريه في مصر في كوبري عبد كوبري عماره كوبري عماره اللي احنا واقفين عليه ده يا جماعه كوبري عماره، ورانا ترقه النوباريه حضراتكم عارفينها اهي. في طريق يا جماعه اللي هو الطريق اللي ورا ده هيجي من الدلنجات حضراتكم، لو حد جاي من يمه القاهره يجي من الدلنجات من طريق الدلنجات، لو حد جاي من البحيره يا جماعه يجي كده الترقه النوباريه دي توصلك لغايه كوبري جناكليس. احنا هنصطاد يا جماعه النهارده بتوع مدود الارض وبالشرايه، خليكم معانا النهارده زي العسل، خليكم معانا. احنا دلوقتي يا جماعه وصلنا للمكان اللي احنا هنصطاد فيه، زي ما حضراتكم شايفين ترقه النوباريه اللي الاستاذ رضا صورها. المكان ده يا جماعه بين كوبري عبد وكوبري عماره، هنصطاد النهارده بطعمه الشرايه اللي كنا شرحناها قبل كده في القناه، وبطعم مدود الارض. هتشوفوا حضراتكم الصيد طبيعي، طبعا اللقمه والجو بتاع الرحلات اللي حضراتكم عارفينه ده، خليكم معانا ونهاركم زي العسل، خليكم معانا. ايوه طبعا الاستاذ تامر عبد الله، الاستاذ محمد السماك ده يا جماعه علشان بيضربني على طول اهو، خليكم شاهدين. وطبعا الاستاذ مصطفى طويله ده حبيبي، والاستاذ تامر عبد الله، والاستاذ محمد الزعويل، والاستاذ عمار علي. وطبعا معانا واحد ورا مستخبي ورا الكاميرا مش عايز يتصور، اسمه الاستاذ احمد. ماشي يا جماعه خليكم معانا، خليكم زي العسل، خليكم معانا يا مسهل الحال يا رب. يا جماعه احنا بنيجي في الوقت ده قبل المغرب بساعه وكل حاجه، ونيجي جايبين عاملين غماز صغير، غماز زي ده كده، وسنارتين ريمه صغيرين، وتجيب حنش الطعم، عبان الطعم تروح قطعه نصين، وتقعد في جنب كده زي ده من على البر حضرتك تطلع شر، لان الشر ده احنا بنصطاد بيه بالليل اللي هو طعمه تطعيمه الشرايه. حضرتك تيجي بدري شويه وتقعد على في الشط كده بسنارتين ريمه صغيرين زي ما انا بعمل كده، تطلع لك 10 15 شرايه وتحبسهم في المحبس عياشه زي اللي في الميه دي. في الطعميه بالليل يا جماعه الشرايه مش هتعرف حضرتك تجيبها بالليل، فالافضل ان حضرتك تجيبها في الوقت ده. خليكم معانا وهتشوفوها احنا بنطعمها ان شاء الله، بس نجمع شويه شر ان شاء الله. الشرايه يا جماعه المستخدمه للصيد بالشرايه، الشرايه الحجم ده اكبر من كده شويه، اصغر من كده شويه، الحجم ده اللي هي بالظبط كده اطول من صباح حضرتك الكبير ده بشويه، الحجم ده. طيب العده المستخدمه لصيد الشرايه، عود جامد يكون 4 متر، شعر مش اقل من 40 لو بلاستيك، لو برد لو 35 ماشي، السناره واحد ملويه، واحد ملويه. طيب ازاي حضرتك تطعم الشرايه؟ حضرتك الشرايه بيبقى فيها الزعانف بتاعتها بتاعت الظهر دي اللي هي الزعنفه الكبيره، وفيها الديل، ما بين الاثنين بيبقى فيه حته في الديل كده جامده اهي، بتيجي حضرتك معدي منها السناره كده كده، حاول انها تبقى فوق الشوكه بتاعتها علشان لو اخترقت الشوكه بتاعتها بتموت بسرعه، تبقى فوق. تطعيمتها كده يا جماعه بتشتغل على الحداف وعلى الغماز، بس لو اشتغلتها على الحداف حاول ان انت تبررها شويه، تبقى على البر مش جوه في الغويط. احنا كده طعمناها في الحداف يا جماعه، دلوقتي هنطعمها برده في الغماز قدام حضراتكم كده، ما ترميش جوه في الغويط في النوق الوسط، لا خليها كده متبرره شويه، لان غالبا السمك بيطلع ياكل شر من على البر. يا مسهل الحال يا رب. طعمنا حضراتكم الشرايه الطعمه اللي فاتت في الغماز في الحداف، هنطعمها المره دي في الغماز. عشان حضرتك تطعم شرايه في غماز يلزمك الرصاصه تكون كبيره شويه وفله كبيره شويه، علشان الشرايه ما تحركهاش تفضل تاخدها لغايه ما تجيبها في البر على البر خالص، عايز تبقى الرصاصه تقيله شويه بحيث انها تتحكم فيها الشرايه ما تقدرش تشدها ايه تتحرك بقى مسافه. طيب السناره برده زي ما قلنا يا جماعه الواحد الملويه، الخيط ده برده 35 غير الثاني. تطعيمه الشرايه برده يا جماعه كمان مره، ما بين زعنفه الظهر والديل حته هي تروح حضرتك معدي منها السناره كده بس كده. ايوه لازم يا جماعه الشرايه تكون حيه افضل. الرمي طبعا حضرتك بتختار دور زي ده، غالبا السمك بالليل بيجي ايه في جنب عفش زي ده علشان ياكل سمك، فحضرتك بتشوف العيار بتاعه قد ايه وما ترموهوش جوه جامد كده يا جماعه.
كده زي ما حضراتكم شايفين. حضرتك بتعلق الفسفوره بتاعتك في الغماز وتسيبها كده تسرح جنب العفشاه دي كده، وتروح مثبت عليها الغماز زي ما حضرتك شايف كده اهو. هي تاخدها وتروح واخده الشرايه يا جماعه، ما بتهزرش بالليل. بتاخد الغماز كده ولا الحداف، تاخد العود بتشد شده جامده كده مره واحده، حضرتك ترد عليها. واستحسن يا جماعه السناره اللي حضرتك هتطعم بيها للشرايه تكون سناره الشكه بتاعتها جامده، سنها حامي يعني من قدام، سن من قدام حامي. خليكم معانا يا جماعه وليلتكم زي العسل. خليكم معانا وادعوا لنا يا جماعه يا مسهل يا رب تفرج ان شاء الله. السلام عليكم. ايه يا جماعه اللقمة؟ الاستاذ تامر ضحك عليا النهارده. الاستاذ تامر اتصل بيا في وسط الاسبوع قال لي انا هعمل لك حته دين اكله، وضحك عليا اهو. والله يا اخوانا احنا بنتاسف لكم يعني، والمفترض ان كان في برنامج غير كده خالص، بس هي يمكن الوقت بس اللي ما اسعفناش، فاضطرينا النهارده ان احنا نعمله برده البرمه اللي احنا متعودين عليها. انما ان شاء الله نوعدكم برده الاكله اللي كنا بنوعدكم بيها ان شاء الله هتتعمل برده في مره ثانيه وفي رحله ثانيه ان شاء الله. تعالوا بقى تعشوا معانا يا اخوانا. يا بسم الله الرحمن الرحيم. ما خدناش ولا سمك يا جماعه. لا يا عم انا اخدت اخدت انا اخدت تحت. خدت ايه؟ اخدت تحت سمكه وشويه كراكير. بس بياضه؟ صغيره. يا جماعه احنا مش كبير. بدل في لحمه مش ضروري سمكه. هي الرحله اهي. والله ما خدت ولا سمكه. حته اللحمه يبقى السمكه ما ندورش على سمك. حته اللحمه موجوده والبرمه موجوده يبقى كده تمام. يا مسهل. نور يا ديخ. حبيبي. ابو احمد انت عسل يا ابو احمد، منور الدنيا حبيبي. دلوقتي يا جماعه زي ما حضراتكم عارفين احنا طلعنا رحله الاسبوع، رحنا ترعه النبريه وللاسف الشديد ما خدناش حاجه. جينا من ترعه النبريه على الحاجر لقينا الاستاذ احمد هنا. طبعا الاستاذ احمد حضراتكم فاكرينه. ازيك يا استاذ احمد؟ ازي حضرتك؟ ازيك يا عم عبد؟ ربنا يخليك. الاستاذ احمد يا جماعه بيقول لي ان هو كان على النبريه من الساعه 9 الصبح وواخد سمك بولت بالغله كبير بس الصبح. ايه اللي حصل يا استاذ؟ كانت شغاله من الساعه بالظبط 7:30 لحد الساعه 9. اول ما الميه عقرت السمك كله وقف. يعني سبب وقوف النبريه النهارده ده ان الميه عقرت. الميه عقرت، لكن كان ساعه ونص بسم الله ما شاء الله قطع 10 على 10. خدت سمك يعني؟ خدت سمك حلو، وفي سمك كتير اكتر يعني، وقع مني اكتر من اللي انا جبته عشان البخ. بس حاجه غريبه، كان بيطلع ويطلع الميه ويجي نازل بالغله يا استاذ احمد. بالغله علشان البخ. السمكه زي ما انا قلت على متر وربع، ما كنتش عامل كتير يعني. لا هي النبريه اليومين دول بتاكل بالغله. ما قرب دور وعلفت وفطرت وشربت الشاي وبتاع، وبعدين جيت نازل. من اول نازله اول دقر بسم الله ما شاء الله، اول غمزه. والغمزه هناك بقى ما فيش نقر، هي على طول ماله على طول. ده كلام الاستاذ احمد يا جماعه، ده الكلام سليم 100%. لان احمد ابن عمي اول ما رحنا قعد في دور غله، كان واحد صاحبه قاعد فيه ومشي، واحنا وصلنا احمد ابن عمي اول ما نزل بعدته خدت معاه ضرب، خدت منه الفرده. فيعني الغله بتاكل في ترعه النبريه يا جماعه بالنهار كويسه. وفي اخر الفيديو يا جماعه انا بشكر حضراتكم على المتابعه. وده يا جماعه وقع السمك، معلش، واحنا يوم ناخده يوم ما ناخدوش، دي حقيقه السمك. بس انا هنزل الفيديو ده عشان فيه شرح الشرايه. وفي اخر الفيديو بشكر حضراتكم على المتابعه، واستنونا في الفيديو الجاي. تحت حضراتكم، السلام عليكم. شكرا يا استاذ. شكرا يا فندم.